طبعا احنا متفقين ان الاتيكيت موجود في كل وقت من اوقات حياتنا، ومؤخرا كمان بقينا بنشوف فيديوهات كتير للاتيكيت بتاع الاكل الشرب، وكمان حضور الافراح له اتيكيت خاص بيه. هنلبس ايه واحنا رايحين فرح؟ الفرح ده الصبح، بعد الظهر، بالليل، قعدتنا هتبقى عاملة ازاي؟ عايزين نعرف اتيكيت الافراح، امتى نسلم على العروسة، مين اللي بيبقى حوالين العروسة، مين اللي بيمسك ديل فستان العروسة، يعني حاجات كتير. كل ده بنعمله ليه؟ علشان يبقى اليوم ده يوم سعيد، يوم مظهرنا فيه كويس، شكلنا كويس، ودايما نسيب انطباع حلو عند الناس. معانا النهاردة منورانا دكتور شيماء البهي، وطبعا هي خبيرة الاتيكيت الشهيرة جدا جدا اللي برحب بيها في ست الستات. اهلا بحضرتك يا دكتور، عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. دكتور شيماء، احنا دايما الاتيكيت عشان نسيب انطباع حلو، والهدف بتاعه هل هو الشكل بس ولا علشان نحب بعض اكتر، نحترم بعض اكتر؟ يعني هل له جانب انساني غير الجانب الشكلي؟ هو اساسا الجانب الانساني فيه اهم حاجه، هو اساسا الاتيكيت ان احنا نتعامل مع بعض برحمه، او نتعامل مع بعض بشكل يخلينا نوسع علاقتنا الاجتماعيه او دائرتنا الاجتماعيه. فالوجه الاخر للاتيكيت هو التراحم او الامباثي زي ما بيقولوا. وحتى في شكلي، ان انا مهتميه بشكل ده نوع من انواع التراحم. ان انا ابقى لابسه لبس مناسب للمكان، ان انا يبقى فيه فرح وابقى لابسه لبس شيك وحلو، ده يعني زي ما بيقولوا عليها كده ايه، بفرح بالناس او بوري للناس فرحتي. ده نوع من انواع الاتيكيت برضه. فان انا اسيب انطباع جيد عند حد، انا بهتم بثلاث حاجات او ثلاث محاور، اولهم حرف الفي اللي هو فيجوال، الناس شايفه مني ايه. شايفه مني شكلي، وشايفه مني لغه الجسد بتاعتي. اوكي، وده نوع من انواع التراحم، او نوع من انواع ان انا بسيب انطباع جيد عند حد. لما اجي اكلم حضرتك ابص في عين حضرتك، ما اجيش اكلمك وابص الناحيه الثانيه، او ابقى مش مهتميه او ماسكه الموبايل مثلا. بنلاقي دلوقتي في الافراح الناس كتير قوي قاعده على الترابيزات ماسكه الموبايل بس عشان يصوروا. احنا عايزين نتكلم بقى على موضوع التصوير ده، لان برضو ليه قواعد. لان في الافراح في ناس بتتضايق على فكره. عارفه حضرتك بتتضايق من ايه؟ من انها تطلع لايف. يعني لو اتصورتي معانا وصورتينا وكل ده وحطيتيه على البيج بتاعتك او على اي وسيله من السوشيال ميديا، ده اوكي، لكن انك تطلعينا لايف في حدث خاص. بالظبط. وممكن انا اكون اتصورت على موبايلك بشكل مش عاجبني، او صورتي مش حلوه، فدي ممكن حاجه تضايقني. فانا لما قبل ما اصور حد او حد يطلع معايا في الباك جراوند لازم بستاذنه. فدي حاجه مهمه قوي. تاني حاجه برضو في الانطباع الفيربال، انا بتكلم ازاي؟ ايوه طبعا. هل انا بتكلم او جم ضيوف يسلموا عليا، هل انا بتكلم صوتي عالي، هل انا ضحكي عالي، هل انا طريقتي ملفته للنظر، هل انا حقيقي ولا لا، ولا انا صوتي على فكره الصوت الهادي قوي مش من الاتيكيت، ولا الصوت العالي، لان اللي قدامك مش هيسمعك، هيفضل يقول لك نعم افندم، ها عايزين نعيد تاني، نعيد تاني وهكذا. ايوه، لدرجه ان ممكن تلاقي حد بيحرك راسه كده، اللي هو ايه، بيخلص الموضوع وخلاص عشان هو مش سامع. عشان هو مش سامع. صح. فكمان نبره صوتي مهمه قوي. والمهم قوي كمان انا جايه اقول ايه، اللي هو الفيرب، الكلام اللي انا بقوله. ومن احلى الحاجات واشك الحاجات ان انا لما اجي اتكلم اقول اسم الشخص اللي قدامي، واعيد تكرار اسمه في الحوار، دي بتفرق قوي. مهم ان انا كمان اختار المواضيع اللي اتكلم فيها. طبعا ما اجيش في فرح اتكلم في الدين او في السياسه. صح. او الكوره. بالظبط. او عن العريس او عن العروسه، او هقول حاجه يمكن تضايق حد، او انتقد المكان او الاكل. ايه الديكورات اللي عاملينها دي؟ لا، فستان العروسه ايه رايكم فيه يا جماعه؟ حتى السؤال مش حلو. وحتى المواضيع اللي ممكن اتكلم فيها مع العريس والعروسه، لو انا بسلم عليهم اخلي بالي مثلا ما اسالهمش انتوا مسافرين رايحين فين، او اي اسئله شخصيه او اي تعليقات. يعني انت داني نفسك في حياتنا زياده. أيوة. عن اللزوم. والناس متعامله بعفويه على فكره. بيفكروني دلوقتي بالواقع اللي هي المؤسفه للاسف الشديد، اللي عملت مشكله كبيره ما بين ست وجوزها. في فرح. لما احنا كنا بنتكلم على التليفونات والتصوير، حد صورها وبالتالي حط على السوشيال ميديا، وجوزها زعل، يعني ده ممكن يجرح ناس طبعا كتير. طبعا. لازم اخلي بالي حتى وانا بصور لو في حد في الخلفيه، ان انا اخد اذنه، او ان انا حتى اشيله من، يعني في حاجات اديتنج وهكذا. لكن مش من حقي ان انا اظهر حياه الناس على السوشيال ميديا عندي. بالظبط.
تدخل زياده. طيب احنا بندخل فرح بنبقى الهدف اننا رايحين نبارك، هل في دخول الفرح في اتيكيت السلام على الاهل ولا السلام على العريس والعروسه، وادخل من الباب على العريس والعروسه على طول ولا اقعد الاول، يعني نعملها ازاي؟ دبريني كده هعمل ايه. بصي الموضوع بسيط قوي، هو الاحلى والاشك ان انا اوصل قبل الفرح بثلث ساعه. يا سلام، يا ريت اقدر اعمل ده. ليه؟ لان العروسه على فكره احنا قلنا بتنزل متاخر، هي تبقى قاعده فوق ومستنيه حد يقولها ان الناس جت، عشان ما تنزلش وما تلاقيش ناس كفايه فشكلها مش حلو. صح. فكل ما نوصل بدري، مش لازم نوصل بدري مثلا ساعه او كذا، 10 دقائق ثلث ساعه، بحيث انها تقدر تنزل في ميعادها وتلاقينا موجودين، دي بتبقى احلى طبعا. وبعدين احنا خلصنا الزفه او هكذا، انا هقعد في المكان، يا ريت انا اكون حاطه ارقام للترابيزات. يا ريت لو اقدر اعمل ده، بحيث ان الناس اللي جايه او الاسر اللي جايه تبقى عارفه هي هتروح تقعد فين. صح، وده بيحتاج شغل جامد جدا من البلانر قبل بقى. ومن الاسر كمان، هيقعدوا مين مع مين. هو في ناس بتفصل، بتخلي ناحيه للعريس وناحيه للعروسه، الترند دلوقتي او الناس بتخليها الدنيا ميكس وعادي، اهم حاجه بس يبقى في ارقام للترابيزات. اوكي. او يبقى كل واحد عارف هو هيقعد في انهي ترابيزه. بالظبط. علشان كمان يبقى الناس اذواقهم شبه بعض. يعني ما خليش ناس مثلا مختلفين قوي عن بعض او افكارهم يعني عكس بعض، واقعدهم مع بعض وبعدين بس تحصل والله مشكلة. ساعات لما الواحد بيروح افراح ويقابل ناس ما يعرفهاش على نفس الترابيزه ويتعرف عليهم بيبسط. ويتكلم بينبسط جدا، كانه يعني اتعرف على ناس جديده في حياته، عمل نتورك. وساعات ناس بتبقى اصحاب قوي من بعد ما يتقابلوا في فرح من الافراح. دي حقيقه. في ناس بقى بتسلم على العريس والعروسه وهم في الزفه، ده غلط بقى. بيعصبوني. مش عايزين نشغلهم، هما ليهم بروجرام، ليهم بقى زفه بعدين رقصه في الاول وهكذا، ليهم سيستم معين، برنامج للحفله. في وقت معين مخصص للسلام. اوكي. الوقت ده حاجه متين بتحصل، ان العريس والعروسه بيفضلوا قاعدين في مكانهم والناس بتيجي تتصور وتسلم عليهم، وده بيبقى في نص الفرح تقريبا، او ان العريس والعروسه بيلفوا على الترابيزات على فكره ويسلموا على الناس. هو ده الوقت الصح ان احنا نسلم، غير كده وهما مثلا مع بعض او بيرقصوا او هكذا واحنا نقتحم ده ونخش نسلم، كم عدد واحد موجود؟ كم حد هيخش يسلم؟ كتير كتير قوي، كتير قوي، يعني ممكن يبوظ الرقصه بتاعتهم، يبوظ المود اللي او السيت اب اللي هم عاملينه. وبعدين في ناس بتخش تسلم وتبوس العروسه، احنا عايزين نفتكر انها حاطه ميك اب وعايزه الميك اب يقعد معاها فتره طويله، تروح ايه لطع الجوزه تلاقي ايه شفايف وروج. يا بنتي دي مكياج بنشيل الفلاني وعامله عايزين مكسه. يعني هي هتبقى مهتميه قوي طول الوقت بتتصور، فمهتميه بمظهرها، فحلو ان احنا نسلم بايدينا بس من غير ما نقرب قوي او يعني نلتصق ونبوس. لا ده مستحب اكتر يعني. هو دايما بنركز على الاتيكيت واحنا مع العروسه، لكن العريس يا عيني برضه مظلوم. الاتيكيت للعريس بقى، يعني هل بيختلف في التعامل مع العروسه؟ الشبان صحابه برضه عايزين نقول لهم يعني، واتيكيت الهبد، عارفه اللي هي دي اطلع لفوق نزله على ظهره لتحت، أيوة عارفه اللي هي الهاشتاج دي جامده مطلوبه، لان لا قدر الله لو حصل اي وارد انها تحصل طبعا، فدي حاجه مش سيف ان احنا نعملها. وبعدين بنلاقي كده ان اصحاب العريس اخدوه في دايره واصحاب العروس اخدوه، وكانهم فصلوهم عن بعض. بالظبط. هو احلى حاجه اللي بيقولوا عليها المينجلينج او الميرجنج، ان الناس تبقى مع بعض والناس تحتفل وتتبسط مع بعض من غير ما نعمل دوائر صغيره. بالظبط. وياخدوا العريس بعيد عن على العروسه والعروسه تفضل باصه هو ايه راح فين وبيعمل ايه، شكلها لطيف خالص. طيب الاتيكيت الخاص بام العريس وام العروسه، او يعني العيله دي والعيله دي، هم لازم يبقوا هم الاثنين مع بعض، العيلتين مع بعض طول الوقت في استقبال الناس، ولا انا استقبل اللي تبعي واسيب ام العريس ولا العروسه يستقبلوا اللي يعني القرايبهم واصحابهم؟ هل دي بيربطها اتيكيت برضو او بيحكمها اتيكيت؟ هو اهم حاجه ان في بدايه الفرح يبقى والد ووالده العروسه والعريس عند الباب. أوكي. عند استقبال الناس الاربعه موجودين. وممكن يقولوا كمان، يعني في بعض المجتمعات بتقول ان والد ووالده العروسه تسبقهم، يعني يبقوا ستيب اهيد، يستقبلوا الناس الاول. والد ووالده العروسه
وبعد فتره لازم هم هيتحركوا، مش هينفع طول الفرح يفضلوا واقفين عند لا طبعا الناس ساعات بتتاخر وفي ناس بتتاخر فعلا. فاحنا بعد ما بنسلم على الناس اللي جايه اللي هي في وقت بدايه الفرح يعني، كل واحد بعد كده بيرجع وبيتحرك عادي براحته. انا بقى لو ما اعرفش، انا مثلا صاحبتي اللي عزماني العروسه بس ما اعرفش مامتها وباباها، حلو ان انا اروح اسلم عليهم واعرفهم بنفسي، وفي نفس الوقت اعمل كده مع والد ووالده العريس. فحتى لو انا مش عارفه الاهل انا ممكن اروح اسلم عليهم واعرفهم بنفسي. جميل، اهم حاجه اعرفهم بنفسي. أيوة. ان مش كل الناس عارفه يعني، دي حقيقه. ساعات بيتهيأ لك ان حد عارفك. ايوه دي حقيقه. وبعدين تفاجئي، عارفه اللي هي ابتسامه دي واللي معاها مين تفكير بقى؟ ايوه ها فكرني باسمك. ليه احرج اللي قدامي واخليه يفكر؟ اعرفه بنفسي حتى لو عرفني انا فلان وعلاقتي كذا بالعريس او علاقتي كذا بالعروسه، واسلم عليهم وابارك طيب. لهم وخلاص. بتحصل ساعه البوفيه، اولا في مدرستين دلوقتي. أي. مدرسه ان البوفيه ده شيء مستمر طول الفرح فعلا. ومدرسه ثانيه اللي هي يا جماعه في الميكروفون اتفضلوا البوفيه اتفتح. اوكي، هو ايه اللي اشيك؟ حسب، دي ما فيهاش قواعد على فكره. أوكي. حسب كل اسره حابه تعمل ايه. المهم ان الناس تبقى مبسوطه، والمهم يبقى الموضوع مترتب كويس. في اوبشن ان احنا فعلا من اول ما بنبتدي الفرح والبوفيه مفتوح والناس تبقى رايحه جايه، بس قد يكون ده ما فيهوش نظام قوي. ده بيبقى حلو في الاماكن المفتوحه. اوكي، هو الاثنين ينفعوا على فكره. بس الاحلى والاسهل في الحركه لما ده يبقى مكان مفتوح. ما يبقاش قاعه مقفوله، فلو القاعه مقفوله الناس رايحه جايه رايحه جايه، حتى لو المكان ليميتد او صغير شويه بيبقى فيها ترافيك. بالظبط، قصدي ناس جايه وناس رايحه والبيبان ما بقاش الناس قاعده وشايفه ايه البروجرام او ايه اللي بيحصل. فده ينفع وده ينفع، لكن اهم حاجه اقدر المساحات او المسافات وان الناس تبقى قاعده براحتها. فلا الاثنين يمشوا. طيب هل البوفيه برضو له اتيكيت؟ يعني الاكل في الافراح طبعاً. يا جماعه طبعا له اتيكيت. طبعا ده قاعده مهمه جدا جدا جدا، ان انا ما املاش طبقي وان انا ان شاء الله اروح 10 مرات. مش عيب، مش عيب خالص. ما هو اوبن بوفيه خالص، لان الناس بتفتكر ان انا لو رحت كذا مره انا كده شكلي وحش. بالعكس، انا ممكن اروح ارجع اخلص اكلي واروح تاني احط تاني، مفيش مشكله. ويبقى الحاجات اللي انا حطاها لايقه على بعض، ما يبقاش كل حاجه كده محطوطه شكلها السلطه فوق الفراخ فوق وطبق الشوربه وطبق بالظبط. ففي لا دي بتمام، وميني ساندوتشز في النص على جنب. ايوه بشوف اطباق حاجات بيبقى شكلها وحش. وبعدين سلوكياتنا في الاكل ليها دلالات كتيره قوي عن حياتنا، عن شخصياتنا، عن حاجات صغيره قوي بتبين البني ادم ده زي ما بيسموه كده ايه، مرتب. البني ادم ده شيك في تصرفاته ولا لا. قد يكون الموضوع يبان ايه يعني، ما احنا كلنا بناكل، لكن في طريقه معينه بتفرق قوي. يعني مثلا انا لما اجي، هل البوفيه قدامي مسكت حاجه ما عجبتنيش رحت حطها تاني؟ طب ما انا في ناس هتاكل بعديه. دي حاجه مرفوضه تماما. صح. ومعناها او اجيب الاكل اشمه، في ناس ممكن تعمل كده وترجعه. لا مش عاجبني، تقوم مرجعاه تاني. طالما خدت حاجه حتى لو مش عاجباني هحطها في طبقي. طيب وايه رايك في اللي بيعدوا الطابور؟ يعني واقفين، هو مش لاين قوي على اساس ما هو احترام. يعني واقفين مثلا بيقطعوا لحوم او ديك رومي او اي حاجه يعني، واقفين كل واحد ماسك طبقه ومستني دوره. مظبوط. تبصي تلاقي حد جاي وحتى لو ويتر بيودي الام داخل كده في النص. داخل واخد جنبك شورت كات كده. ايوه من فضلك انا عايزه من دي. لا طب ما هو كل الناس تروح بص عليها. شكلها وحش قوي. شكلها مش لطيف خالص. وبعدين حاجه كمان دلوقتي، طبق الشوربه على فكره لو انا خدت شوربه بيبقى في طبق تاني صغير تحتيها، انا المفروض امشي بالاثنين ببعض. في ناس ممكن تاخد الطبق لوحده وتمشي بيه، لو عايزه احط عيش في ناس ممكن تمسك العيش لوحده وتتحرك بيه، لا بيتحط على طبق. كل دي تصرفات صغيره جدا بس بتبين يعني شياكتي. وبعدين انا اروح الفرح معدتي نص مليانه. مش هقعد جعانين مستنيين البوفيه. اخر حاجه، انا وقتي للاسف خلص واحنا لسه عندنا اسئله كتير جدا. اتيكيت اكل العريس والعروسه في الفرح. اوكي، هنعمل ايه؟ العريس والعروس هيقطعوا التورته، ومهم قوي الناس ما تمشيش قبل ما التورته تتقطع، لان في ناس بتيجي وتمشي على طول وهياكلوا منها، وبعد كده الاكل بتاعهم بيطلع لهم في الاوضه بعد ما الفرح بيخلص، بتبقى احلى واشيك عشان كمان يعرفوا يتحركوا ويعرفوا يرحبوا بالناس ويعدوا على الناس في الترابيزات وهكذا. لكن ما يبقاش الهم ساعتها ان هم يقعدوا يخلصوا الاكل. يقعدوا يخلصوا الاكل، مش وقته مش وقته خالص دلوقتي. طيب ايه رايك لو خرجنا بره الموضوع واحنا بنختم اللقاء ونقول خمسه لقات في اول لقاء ما بين الولد والبنت؟
خمس لقات. بصي في حاجات مهمه قوي قوي. اول لقة ان انا ما اكونش على طبيعتي، ما اكونش نفسي، ان انا اتصنع شخصيه عشان اعجب اللي قدامي، احاول ابقى او اعرف هو بيحب ايه فحاول اكون، او العكس يعني. انا فتاة احلامك. انفذ كل حاجه. على فكره بعد كده ما انا هبقى على طبيعتي، يبقى انا كده بقى معايا شخص مش مناسب ليا. صح. ومعنى كده ان انا هضطر ان انا افضل طول الوقت بعمل اللي يرضي الطرف الاخر من غير ما انا ابين نفسي، ابين شخصيتي، فاكون على طبيعتي. اوكي. طب نفرض انا طبيعتي فيها شويه مش هقول همجيه بس يعني براحتي قوي. هلهليه. ادرب نفسي على الطبيعه دي بعيد عن فكره الزواج اصلا. انا تبقى طبيعتي مرتبه لوحدي. مش عشان اتجوز. طيب. دي حاجه انا بعملها. دي اول حاجه. دي رقم واحد. رقم اتنين ان بيسموها ان الشخص يبقى نيدي. نيدي يعني على طول متطلب. متطلب وعلى طول قلقان، رحتي فين؟ وصلت ما وصلتي؟ اللي هو دي لا. الملاحقات دي. دي محدش يلاحق التاني يا اولاد. خالص. طب نمره ثلاثه. رقم ثلاثه ان انا ابقى عايزه اديني الباسورد الموبايل، اديني ان انا افضل ايه. لا مش هنعمل كده خالص. طبعا طبعا حركه سخيفه جدا. لازم داخلين على جواز لازم يحترموا خصوصيه بعض من الاول للاخر. مش يعني ما فيهاش هزار. اخر حاجه لان خلاص مش احترام الحدود. الحدود كل واحد بيبقى في حاجات بيقول عليها بيقول عليها لا، نبينها من الاول، تبقى حدودي واضحه. ده انا عندي ده خط احمر وده خط احمر. أوكي. وده لا وده وبعد ما احط حدودي احترم حدودي انا يعني. لما يجي لقدامي، عشان هي بتبقى لعبه زي بينج بونج كده، الشخص بيحاول يقرب الحدود شويه او يغيرها، انا حطيت حدود احترمها عشان الشخص التاني يحترمها. بجد بجد استمتعت باللقاء النهارده، وطمعانه ان دكتور شيماء تجي لنا تاني. اتيكيت التعامل ما بين الزوج والزوجه اللي بيندثر مع كل يوم زياده في الحياه الزوجيه وكل سنه زياده بتقل المحافظه على الاتيكيت فبيقل الحب. حقيقي. هنعمل فقرة عن إزاي ممكن الحب يقل لما نفقد حاجات معينة ما بيننا وما بين بعض في العلاقة الزوجية. بشكر مع حضراتكم دكتور شيماء البهي خبيرة الإتيكيت. شكرا جزيلا نورتينا النهاردة يا دكتور. شكرا جدا. وأكيد بشكر حضراتكم. يا رب يكون يومكم كل فرحة زي حلقتنا النهاردة ما كانت مليانة فرحة، فرحة العريس والعروسة. ودايما أسئلتكم بنستقبلها على صفحتنا على فيسبوك، صفحة ست الستات على فيسبوك، أو على السوشيال ميديا. اختاروا المنصه اللي تعجبكم وابعتوا لنا اسئلتكم علشان موضوعات الحلقات اللي جايه باذن الله. اشوفكم باذن الله الحلقه الجايه من ست الستات. يا رب على كل خير. باي.